في الفيديو ده هناخد مراجعة عامة بقى على المنهج من الأول لحد ما احنا وقفنا، ونقول الملاحظات المهمة اللي احنا نركز عليها في الامتحان بحيث ان احنا ايه ما نغلطش. تمام كده؟ طيب أول شيت احنا خدناه كان هو ايه؟ السكيب، صح كده؟ هو مثلا بيقول لي جروب ذا سكيب واحد مثلا لألف، يبقى الواحد سنتي يمثل 1000 سنتيمتر، يبقى الواحد سنتيمتر يمثل كام؟ 10 ايه؟ 10 متر. حلو كده؟ تمام. طيب يبقى انا كده قلت ان الواحد سنتي يمثل 10 متر، يبقى انا هقسم كل الاسئله بتاعتي كل كام؟ كل واحد سنتي يمثل كام؟ 10 متر. قلنا ان احنا هنا 0 10 20 30، وهنا كام؟ 10. عشان احنا قلنا 10 يمين 10 شمال. تمام كده؟ طيب هو هنا ممكن يقول لي السكيل ده يقرا كل كام؟ كل مثلا 2 متر. حلو كده؟ يبقى النمبر اوف ديفيجن اللي هي عدد التقسيمات هيساوي 10 على كام؟ يبقى بيساوي كام؟ 5. دي اقل من 10، صح كده؟ يبقى بالسكيل العادي، صح كده؟ يبقى انا محتاج اقسم الجزء، احنا قلنا الارقام الصحيحه هاخدها على يمين السكيل، والارقام اللي هي عباره عن قصور هاخدها على شمال الايه؟ السكيل. يبقى 10 20 5 انا 5 مش 50 اه ماشي خلاص. زيرو شغال معايا. تمام؟ يبقى هنا مثلا هيبقى 2 4 6 8 10، ان انا قسمت السكيب. حلو كده؟ طيب هيجي بعد كده يقول لك انا عاوز اقرا مثلا على السكيب ده 22، في منهم كام رقم صحيح على اليمين؟ 20. يبقى انا هطلع من على اليمين 20. طب والكام رقم من على الشمال؟ 2. يبقى اطلع عندي الاثنين اوصلهم ببعض واقول له هنا القرايه بتاعتي كام؟ 22 متر. تمام؟ طيب قال لي مثلا عاوز 38، يبقى انا هطلع من على اليمين كام؟ 30، من على الشمال كام؟ 8، واكتب له هنا كام؟ 38 متر. وقلنا بناخد 2 مللي فوق و2 مللي تحت، واظل الجزء واسيب الجزء الثاني، واظل الجزء اللي فوق واسيب الجزء الثاني، وهكذا. في مشكله لحد هنا؟ طيب قلنا لو النمبر اوف ديفيجن ده اقل من او يساوي كام؟ 10، صح كده؟ قلنا لو النمبر اوف ديفيجن طلع اكبر من 10 يبقى هشتغل بالسكيل اللي هو ايه؟ التراكمي، صح كده؟ السكيل التراكمي اللي هو هبدا ارسم 10 خطوط واطلع كل سنتي لحد ال 10 ايه؟ خطوط اللي هي موجوده عندي. طبعا الجزء الزياده ببدا ايه؟ 5. تمام؟ طيب امتى هنا دي تبقى كل مثلا 10؟ لو انا ماشي كل قد ايه؟ كل كام؟ لا النمبر اوف ديفيجن هيبقى كل كام؟ كل نص؟ صح كده؟ مش 10، لو انا النمبر اوف ديفيجن هيمشي كل نص، يبقى هنا بقسم 10 على كام؟ على نص، يطلع بكام؟ 20. طب ال 20 دي اكبر من ايه؟ اكبر من 10، يبقى ايه؟ سيكون الاسكيب، صح كده؟ يبقى انا في الحاله دي النظام البسيط مش هينفع معايا، في الحاله دي هشتغل على النظام الايه؟ المركب، صح كده؟ طيب هنا 0، هنا كام؟ 10 20 30 وهنا 10، ممكن نعملها 4 في 5؟ نعملها ايه؟
4 5 يعني نقسم دوت كده 4. ما احنا قلنا ايه؟ قلنا ان احنا هنثبت كله هيثبت عشان الدكتور بيعملها اسطمبه، فاحنا هنثبت الارقام اللي فوق 10 والرقم اللي يطلع لي من هنا ده طلع لي كام؟ 10. 10 طلع 20 صح كده؟ يبقى انا هقسم ال 20 على كام؟ 20 على 10 يطلع لي 2 صح كده؟ يبقى انا هنا دي هتتقسم 2 دي عباره عن كام؟ 5 او 5 صح كده؟ هبدا اطلع كل كام؟ نص، واحد، واحد ونص، اثنين، اثنين ونص، ثلاثة، ثلاثة ونص، أربعة، أربعة ونص، خمسة صح كده؟ طيب قلنا إيه؟ قلنا بوصل من الزيرو لحد الخمسة، مش أنا الزيرو اللي بعدها خمسة، يبقى معنى كده الخط المائل هيبدأ من الزيرو وينتهي بالخمسة، طب لو بدأ من الزيرو والخمسة ما هيطلع على نفس الخط ده، يبقى الخمسة لحد إيه؟ لحد فوق. يبقى كده الشكل الثاني صح كده؟ وهنا من 5 لل 10 يبقى من 5 ل 10 هطلع لحد فوق. في مشكله في الكلام ده؟ طبعا هو لو قال لي مثلا عاوز اوقع وليكن 2 12 ونص 12 ونص، يبقى انا محتاج 10 في اليمين و 2 ونص في الشمال، يبقى 2 ونص هفضل اطلع لحد ما اوصل ل 2 ونص وهنا ال 10. طيب لو قال لي 17 بلاش 17 خليها 18 ونص، 18 ونص يعني 10 في اليمين وهنا كام؟ 8 ونص. طب من هنا صفر لحد 5 يعني محتاج اوصل 3 ونص، يبقى هوصل هنا لحد 3 ونص وكده لحد 10 يبقى كده كام؟ 18 ونص. دي كام؟ 12 ونص متر. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى احنا كده رجعنا مراجعه سريعه على النوعين اللي هم موجودين، يا اما يجيب لي النوع البسيط يا اما يجيب لي النوع الايه؟ المركب. تمام كده؟ طيب هنيجي بعد كده احنا لسه قايلين الفيديو اللي احنا شرحنا فيه مساله شيت 2 اللي هي مساله الايرور. حلو كده؟ قلنا الجزئيه الثانيه انا هنتكلم عليها ايه؟ البي وكيو. البي وكيو. حلو كده؟ طيب البي وكيو لو انا هو مديني اريا وانا مديني رقم النقطه ويديني الايستنج والنورث. حلو كده؟ طيب هو مثلا مديني واحد وليكن الاي وادي البي وادي السي وادي الاي، وليكن دي 1000 2000 1500 1400 1800 1500 1900 1500. حلو كده؟ طيب هو مديني الارقام دي، لو هو بدا الجدول برقم الايه لازم ينهي عند ايه؟ رقم الايه. تمام كده؟ لو ما نهاش عند الايه مضطر ان انا اكتب تاني الايه اللي هي عباره عن 1000 و2000. طب لو جابها لي كده اقفلها بالايه؟ يبقى انا مش هعمل حاجه ثانيه. في مشكله في الكلام ده؟ يعني لو هو بدا بالايه ونهى بالايه مش هعمل حاجه. طب ما نهاش يبقى انا هزود الايه؟ رقم الايه؟ احنا قلنا ان القانون بتاعي الاريا يساوي نص بي سيجما البي ناقص سيجما الايه؟ الكيو. حلو كده؟ يعني نص الفرق. طيب سيجما البي عباره عن النورث او النورث بتاع نقطه الايه مضروب في ايه؟ في البي. والنورث بتاع نقطه البي مضروب في الاس بتاع الايه؟ سي. وهكذا. ده البي يبقى 200 في 1500 زائد 1400 في 1800 زائد 2500 في 1900 زائد 3500 في 1000. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى ده البي. طيب الكيو العكس يبقى 1000 في 1400 ده الكيو وهكذا. في مشكله في الكلام ده؟ جبت سيجما البي وسيجما الكيو هطرحهم من بعض اجيب النص بتاعهم، ويا ريت الناس ما تنساش النص ده، يعني انا بريد الناس لما حلت في الامتحان اللي فات كله ناس النص ده، انا بجيب نص الاريا. طبعا الاريا لما تطلع لك لو طلعت الرقم الاريا
لان انا بطرح البي من الكيو، وارد ان سيجما الكيو يطلع اكبر من سيجما البي، فتطلع عندك الاريا او الرقم اللي هيطلع لك بالسالب. انا ما فيش عندي اريا بالسالب، فانا كاني باخد مقياس للرقم اللي هيطلع. اي رقم هيطلع عندك هيبقى بالموجب، سواء لو كان بالسالب هتشيل انت السالب وتايه وتحله ايه بالموجب. في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب قلنا الجزئيه اللي بعد كده كنتور. خطوط الكنتور، خطوط الكنتور لو انتم تفتكروا المساله اللي جت للناس في بعض النماذج اللي هي بتاعت كان شبه الشكل زي ده اللي جالكو، وكان عبارة عن تقريبا 20 في 20. كان جايب هالي بواحد الى كام؟ الى 500، صح كده؟ قال لي ان انا هرسم الخريطة دي بواحد الى 500، يعني واحد سنتيمتر يساوي كام؟ 5 متر، صح كده؟ طيب انت هترسمها تو سكيل، صح كده؟ يبقى انا هرسم المربعات دي عباره عن كام؟ هنا دي 20 متر يعني 4 سنتي، يبقى كل مربع 4 في 4 سنتي، يبقى برسمها تو سكيل. حلو كده؟ بعد ما ترسم تو سكيل تبدا توقع النقط وتشوف الايه؟ الانترفال او الكونتور انترفال، صح كده؟ وقال لك الكونتور انترفال هيمشي كل قد ايه؟ طب لو قال الكونتور انترفال كل واحد، يبقى انا همشي 1 2 3 4 وهكذا. قال لي الكونتور انترفال هيمشي كل 2، يبقى 2 4 6 وهكذا. قال لي كل 5، يبقى 5 10 15 وهكذا. في مشكله كل 10 ب 10 20، ما تجيش ان انت مثلا هنا كاتب لك مثلا 13 و2 وهنا كاتب لك 18 وتقول لي ايه؟ طيب انا كل 5، طب انا هنا 13 و2 همشي كل 5، يبقى هنا مثلا 13 يبقى 18 و2 خط الكونتور، يعني تزود على الرقم ده 5؟ لا طبعا ما ينفعش. انا بشوف كام رقم صحيح من الكونتور انترفال اللي انا جبته موجود هنا. طب هنا 13 الرقم الصحيح في الكونتور كام؟ يبقى هنا 15، يبقى انا هنا ده بالنسبه لي كونتور انترفال اللي هو 15، صح كده؟ طيب بعد ما بتجيب الكونتور انترفال وتوقع الخريطه الكونتوريه، تمام كده؟ واحنا شرحناها قبل كده في فيديوهات قديمه. انت المفروض مثلا ده شكل الخريطه الكونتوريه، وليكن الخريطه الكونتوريه اللي هيطلع معايا. احنا الدكتور محتاج منك ايه؟ طبعا وليكن ده كونتور وليكن 15 وده 16 وهنا مثلا 17 وهنا 18 وهنا 19. ده الكونتور بتاعك. مطلوب منك ان انت ترقم خط الكونتور، تمام؟ هتعمل ايه؟ دكتور يعني مركز على الحته دي. هنعمل ايه؟ هنيجي خط الكونتور اشوف لو انا خدت خط يقطع كل خطوط الكونتور، فاشوف المكان اللي اخد فيه خط يقطع كل خطوط الكونتور. لو انا خدت خط كده ينفع يقطع كل خطوط الكونتور؟ طيب يبقى الحل الوحيد ان انا اخد خط، هبدا من هنا كده عشان اقطع كل خطوط الكونتور، صح كده؟ هتلاقي شبه ان هي خط واحد يكمله، تمام كده؟ بالنسبه للي هيجي لك يعني، لانه هيجيب لك حاجه بسيطه، تمام كده؟ فانا هبدا كاني خدت خط كده رفيع كده بالمسطره كده يقطع كل خطوط الكونتور. في مشكله في الكلام ده؟ بالقلم الرصاص الخفيف، واقوم ماسحه تاني بس احدد النقطه اللي اتقطعت مع كل خط كونتور. واجي هنا ده كونتور 18، هتمسح حته صغيره كده من الخط او 19 وتكتب هنا 19. هنا 18. هنا 17. هنا 16. هنا 15. فالدكتور محتاج ان الارقام بتاعت خطوط الكونتور تبقى ترقيم خطوط الكونتور يبقى في نفس الايه؟ الاستقامه، تمام كده؟ وطبعا انت بتوقع له نقطتين على الاقل بالسكيل، تمام كده؟ ده كده بالنسبه لخطوط الكونتور والجزئيه اللي فيها. باشمهندس
ينفع اكتب الرقم فوق الخط مش همسحه بدل ما امسحه عادي مفيش مشكله اكتب الرقم فوق الخط عادي بس ما تعملش عليه دايره يعني في ناس بتكتب الخط والدكتور يعني عقب على الحته دي بيقول لي واحد كاتب لي الرقم مثلا 13 وعامل عليه دايره ليه الدايره دي وانا راسم خطوط كونتور ولا راسم دوائر انا عملتها عشان ياخد باله منها يعني انت اللي عملتها واللي عامل لي كعك في ال لا احنا زي ما قلنا كده بلاش نعمل بقى ايه الدوائر دي فهو حتى انا يعني حبيت اقول لكم على الحتت دي احنا يا اما تكتبوا فوق يا اما تمسح كده بالقلم الرصاص باللاستيكه وتقوم عالي احنا دايما هنرسم بالايه بالرصاص ونحل بالقلم الجاف يعني حلنا كله هيبقى بالايه بالقلم الجاف تمام كده اللي بعد كده ايه الاتيتيود والديبرش تمام كده احنا قلنا ان الاتيتيود والديبرش انا كنا قلنا جزئيه بسيطه خالص طبعا في فيديو مشروح كامل للاتيتيود والديبرش تمام كده ممكن ايه نتفرج عليه بس انا كنت عاوز انوع عن حاجه بسيطه خالص ان انا وانا بحسب الاتيتيود والديبرش احنا قلنا عشان اجيب الاتيتيود والديبرش كنت بصحح بطريقه بودج صح كده طيب انا كنت بقول لكم ايه ان احنا نصحح رقمين اثنين مثلا بطريقه بودج او اكتب رقمين او نقطتين بطريقه بودج اللي هو عباره عن طول الخط على الطول الكلي مضروب في مره في سيجما اللاتيتيود ومره في سيجما الديبرش صح كده وكانت طالعه لنا هنا سيجما اللاتيتيود لسالب سالب كام سالب 7 وهنا موجب كام 13 بس انا هنا بصحح بعكس الاشاره فبالنسبه لي السالب هيبقى ايه موجب والموجب هيبقى سالب لان انا بصحح عكس الاشاره الدكتور بقى الدكتور طالب منك ايه طالب منك ان انت كل خط هتصحح له بطريقه بودج هتكتب القانون بتاعه وتعوض في القانون طب ده ليه هو يعني عشان مصلحتك لان انا المفروض احنا كنا بنقول احنا بنكتب على الاله طول الضلع على الطول الكلي مضروب مره بوينت 7 ومره بوينت 13 واطلع القيمه اللاتيتيود الخطا احطها والديبرش الخطا احطها صح كده؟ طيب هو الدكتور طالب منك تكتب ليه؟ قال لك ممكن وانت بتحل من سرعه الامتحان هتحل على الاله وتطلع ارقام غلط صح كده؟ فتعوض بالناتج ايه؟ غلط الرقم اللي هتكتبه غلط ففي الحاله دي مش هيقدر يديك عليها استعراض يعني مش هيديك عليها درجات فانت لما هتكتب له الخطوات يعني مثلا خط 1 2 3 4 وهكذا اللي هو انت بيبقى اصلا عندك 7 خطوط تمام 7 خطوط او 8 فانت هتعمل 8 خطوات كده فانت لما تكتب له خطوات وتعوض فيها فهيعرف ان انت عوضت صح بس الغلط غلط آلة فبدل ما ينقصك العشر درجات بتوع المسألة كلها ممكن تنقص درجة أو درجتين تمام كده؟ دي الجزئية بتاعت اللاتيتيود وبتاعت الايه؟ الديبرشن